أين الغيرة على النساء؟ ترسلها إلى رجال يحلقون شعرها وفي ليلة زفافها، أين الغيرة؟ يمس شعرها ومفاتنها، والنبي يقول اليد تزني وزناها اللمس. هذا الذي يرضى لزوجته ولبناته ذلك، هذا اسمه الديوث، الذي قال عنه الحبيب لا يدخل الجنة ديوث، كما حسن الألباني رحمه الله. والديوث هو الذي يرى المفسدة في أهل بيته، تراها تخرج مترجلة ومتعطرة ومتبرجة ومتمايلة، تكلم الرجال وتظهر مفاتنها، وزوجها ينظر إليها ولا يغار عليها. هذا اسمه الديوث الذي قال عنه الحبيب صلى عليه الله لا يدخل الجنة ديوث.